بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الثاني. السلام على نبينا محمد وعلى أجمعين. قال مالك رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، هذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، قال الشيخ رحمه الله بعد المقدمة: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت قدر خيره وشره. قوله أما بعد، هذه الكلمة كلمة مأثورة يتابها للانتقال من موضوع إلى موضوع أو من أسلوب إلى أسلوب، وتسمى فصل الخطاب، وقيل هي الكلمة التي أوتيها داود عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها في خطبه ومكاتباته ومواعظه، فكان يقول بعد حمد الله والثناء عليه والشهادتين صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أما بعد. فيستحب للخطيب والمؤلف والمتحدث أن يقولها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها مهما يكن من أمر. أما بعد، أي مهما يكن من أمر. فهذا اعتقاد الفرقة ألف تكون رابطة بين أما وبين جوابها، تكون رابطة، كما لو قلت أما زيد فأكرمه، وتأتي الفاء بعد أما للربط بينها وبين ما بعدها. وهذا اسم إشارة للمذكر، اسم إشارة للمذكر، ها حرف تنبيه، وذا اسم إشارة للمذكر. وأين المشار إليه؟ المشار إليه هو ما سيذكره، وما سيذكره في هذه الرسالة من اعتقاد أهل السنة والجماعة، فهو إشارة إلى ما سيذكره مجملا ومفصلا في هذه الرسالة. اعتقاد مصدر اعتقد إذا جزم بالشيء، إذا جزم بالشيء وتيقنه في قلبه يقال اعتقده. مأخوذ من عقد الحبل إذا شده، عقد الحبل إذا شده، فما يتيقنه القلب ويجزم به فإنه يقال اعتقده، أي شد عليه قلبه ويقينه. فالعقيدة بخلاف الظن، بخلاف الشك، بخلاف الوهم، العقيدة لا تكون إلا في شيء مجزوم به، ليس فيه ظن ولا شك ولا توهم، فهنا يسمى عقيدة. سواء كانت هذه العقيدة مطابقة للحق أو مخالفة للحق، إن كانت العقيدة مطابقة للحق فهي عقيدة صحيحة، وإن كانت هذه العقيدة مخالفة للحق فهي عقيدة باطلة. فالمسلمون يعتقدون بربهم عز وجل
ويؤمنون به ويؤمنون بكل ما جاء عن الله ورسوله فهي عقيدة مطابقة للواقع، فهي عقيدة صحيحة. والكفار يعتقدون صحة ما هم عليه، الكفار أيضا يعتقدون صحة ما هم عليه من عبادة الأوثان والشرك بالله، يعتقدون الخرافات والأباطيل، فهي عقيدة باطلة لأنها مبنية على وهم وظن كاذب، فهي عقيدة باطلة. والعقيدة الصحيحة هي التي تنجي صاحبها، تنجي صاحبها في الدنيا والآخرة من كل مكروه ومن كل شر ومن كل فتنة. أما العقيدة الباطلة فإنها تهلك صاحبها في الدنيا والآخرة وإن اعتقدها، فهي عقيدة باطلة، وما بني عليها فهو باطل. هذا فرق ما بين العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة، جاءوا بتصحيح العقيدة مما شابها من الشبهات والشكوك والشركيات والخرافات، جاءوا لتصحيح العقيدة وتصفيتها. هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم، جاءوا لإصلاح العقيدة، لأنها إذا صلحت العقيدة صلحت كل الأمور، الأقوال والأفعال وسائر التصرفات. وإذا فسدت العقيدة فسدت كل الأمور. فالرسل وأتباعهم في كل زمان ومكان يدعون إلى العقيدة الصحيحة وتصحيحها مما خالطها، وأعداء الرسل يدعون إلى العقيدة الباطلة من شياطين الإنس والجن. شياطين الإنس والجن ودعاة الضلال كلهم يدعون إلى العقيدة الباطلة، يأمرون الناس بالشرك، يأمرون الناس بالبدع، يأمرون الناس بالخرافات. هذا شأنهم، يدعون إلى العقيدة الفاسدة، بخلاف الرسل وأتباعهم فإنهم دائما وأبدا يدعون إلى العقيدة الصحيحة والمناهج السليمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وفطر الناس عليها. اعتقاد الفرقة، الفرقة المراد بها الجماعة والطائفة من الناس، يقال لها فرقة ويقال لها طائفة ويقال لها جماعة، والمعنى واحد. أما الفرقة يضم الفاء فالمراد بها الافتراق والاختلاف، الفرقة الاختلاف. وأما الفرقة فالمراد بها الجماعة من الناس. اعتقاد الفرقة الناجية هذا وصف لها، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هذه أوصاف، ذكر أربعة أوصاف لهذه الفرقة وهذه الجماعة، أربعة أوصاف كلها فيها متصفة بها، لا انقسام فيها ولا افتراق. فهي الفرقة الناجية بمعنى أنها نجت من العذاب ونجت من الاختلاف والتفرق، نجت من الهلاك في الدنيا والآخرة. وهذا معقول من قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، وصف هذه الواحدة بأنها نجت من النار، نجت من النار كلها في النار، أي كل الفرق الاثنتين والسبعين في النار إلا واحدة، فإنها نجت من النار والهلاك. ولهذا سميت الناجية كما قال تعالى. وأما الفرقة فالمراد بها الجماعة من الناس. اعتقاد الفرقة الناجية
هذا وصف لها، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هذه أوصاف، ذكر أربعة أوصاف لهذه الفرقة وهذه الجماعة، أربعة أوصاف كلها فيها متصفة به، لا انقسام فيها ولا افتراق. فهي الفرقة الناجية بمعنى أنها نجت من العذاب ونجت من الاختلاف والتفرق، نجت من الهلاك في الدنيا والآخرة. وهذا معقول من قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، وصف هذه الواحدة بأنها نجت من النار، نجت من النار كلها في النار، أي كل الفرق الاثنتين والسبعين في النار إلا واحدة، فإنها نجت من النار والهلاك. ولهذا سميت الناجي، كما قال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلا ينجو من الوعيد والعذاب والهلاك في الدنيا والآخرة إلا من اتبع الرسل وآمن بهم ونهج منهجهم وترك ما خالفهم من الفرق والمذاهب والمناهج والمبادئ كلها، تركها ورفضها، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي سقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن لزم صراط الله الذي أضافه إلى نفسه وهو ما جاء به رسله ونزلت به كتبه فإنه لا يتفرق ولا يختلف. وأما من حاد عن صراط الله واتبع المذاهب والمناهج والفرق والطوائف والجماعات المخالفة لصراط الله فإنه يتفرق، يتفرق عن سبيل الله، ويكون مع من اتبعه من هذه الفرق التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأن على كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا معنى الفرقة الناجية التي سلكت منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تحد عنه يمنة ولا يسرى، بل لزمته وتمسكت به، وإن نالها ما نالها من الأذى والمضايقات والمخالفات فإنها تصبر على الحق وتصبر على الأذى، وتكون النتيجة والعاقبة الحميدة لها، ويكون الوبال والهلاك على من خالفها. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلق الابتلاء والامتحان، وإلا لو كان ما هناك طرق أخرى ولا مبادئ أخرى ولا دعاة ضلال، لو لم تكن هذه الأمور ما صار للمتمسكين ميزة، صار الناس كلهم سواء. الله جل وعلا يريد أن يتميز الخبيث من الطيب والمحق من المبطل والثابت على إيمانه من المتزعزع. الله يجري الامتحان ويبتلي بالفرق ويبتلي بالمذاهب الباطلة، ولو شاء لم تكن هذه الأشياء، ولكن حكمته اقتضت وجود هذه الأشياء للابتلاء والامتحان، يتميز المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب والثابت من المتزعزع. تبين هذا من هذا: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.
لا بد من الابتلاء والامتحان. يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض يرقمه جميعا ويجعله في جهنم. ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا لكم أجر عظيم. فهذه هي الفرقة الناجية. لماذا سميت ناجية؟ لهذا، يعني نجت من الهلاك والافتراق والمخالفة وتمسكت بصراط الله واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وأصحابه، تمسكت بذلك وصبرت على الأذى. والذي يتمسك بالسنة يلاقي أذى ويبتلى ويمتح، لا تفرح له الورود كما يقولون، لا يتوقع أن الناس سيكرمونه وأن الناس سيحترمونه وأن الناس سيجلونه، لا يتوقع هذا، يتوقع أنه سيبتلى ويمتحن ولكن يوطن نفسه على الصبر والثبات ومعرفة الحق والعمل به، لأن هدفه هو الحق، لا إرضاء فلان ولا المقنع الفلاني، وإنما هدفه الحق ومرضى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الهدف. فمن أراد هذا فليصبر وليثبت ولا يتأثر بما يوصم به من الصفات والتهجين والازدراء والاحتقار والألقاب وغير ذلك. الفرقة الناجية المنصورة، هذه الصفة الثانية المنصورة إلى قيام الساعة، هذا معقول من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. هذه الطائفة منصورة، لكن النصر لا يكون إلا بعد الجهاد الثبات والمصابرة. وقوله منصورة هذا دليل على أنه سيكون لها خصوم ومنازعون، الله ينصرها عليهم ويؤيدها ويثبتها، وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مهما عظم الامتحان والابتلاء وكثرت الفتن إلا أن الله يبقي لهذا الحق من يقوم به ويدافع عنه ويصبر على الأذى فيه حتى ينصره الله على عدوه. وهذا ظاهر ملموس ولله الحمد. فلا تزال كلمة الحق ومذهب أهل السنة والجماعة رغم ما حصل من الافتراق وما حصل من الابتلاء والامتحان في مختلف العصور، فإن مذهب أهل السنة والجماعة ولله الحمد لا يزال غضا طريا ولا يزال عليه من اختاره الله من عباده، لا يزال هذا وسيستمر حسب وعد الرسول صلى الله عليه وسلم، سيستمر إلى أن تقوم الساعة. ولا يزال الله جل وعلا يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن أو كل 100 سنة من يجدد لها دينها كما جاء في الحديث، فهو نصر متواصل إلى أن تقوم الساعة. وإن حصل ما حصل من الفتن والمضايقات والشرور والبدع والمحدثات والعقائد الباطلة، فإن هذه الطائفة باقية بإذن الله، ولا يلزم أن تكون في مكان واحد، قد تكون في مكان ثم تنتقل إلى مكان آخر، ولا يلزم أن تكون مجتمعة في بلد، قد يكون أهلها متفرقين في البلاد لكن منهجهم واحد طريقهم واحد، وإن تفرقوا في أبدانهم وبلدانهم طريقهم واحد، فهم جماعة واحدة لا تفرقهم الأوطان والبلدان، جماعة واحدة على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم منصورون على كل من خالفه. هلكت فرق ودعاة ضلال ولكن هذه الطائفة باقية ومستمرة ولله الحمد، وإلا انقرضت كثير من المذاهب وكثير من الفرق، ولكن هذه الطائفة باقية مؤيدة منصورة. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن يبقي لهم من يقوم بحجته في خلقه ويبلغ رسالة
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، تكفل الله بذلك كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إلى قيام الساعة هذه بشرى أن هذه الفرقة سيستمر وجودها على مختلف الأزمان مهما تعرضت للفتن والمنازلات مع خصومها، فإنها تمتد وتخترق الزمان وتبقى بإذن الله إلى قيام الساعة. المراد بقيام الساعة هنا ليس قيام الساعة الذي هو خراب الدنيا وزلزلة الساعة والانتقال للدار الآخرة، لأن هذا الوقت لا يكون فيه أحد من أهل الإيمان. الساعة لا تقوم إلا على الكفار، لا تقوم على الأرض من يقول الله الله كما جاء في الحديث، وإنما تقوم على شرار الناس، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المشاهد على القبور، هذا هو شرار الناس. الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وما دام الخير موجودا وما دامت هذه الطائفة موجودة وما دام الإسلام موجودا فإن الدنيا تبقى، الدنيا تبقى ما دام ذكر الله سبحانه وتعالى في الأرض. فإذا خلت الأرض من ذكر الله ولم يبقى من يذكر الله فإن الله سبحانه وتعالى يأذن بخراب هذه الدنيا ونهايتها والانتقال إلى الدار الأخرى دار الجزاء. وإنما المراد بقيام الساعة هنا ساعة المؤمنين، لأنه قبل قيام الساعة تأتي ريح كما ثبت ذلك في صحيح مسلم واستدرك الحاكم وغيرهم، تأتي ريح في آخر الزمان، ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير، فتقبل روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فالمراد بقيام الساعة هنا الباقية إلى قيام الساعة أي ساعة موتهم ببعث هذه الريح التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة، هذا الوصف الثالث، أهل السنة، أنهم أهل السنة. والمراد بالسنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، سموا أهل السنة لتمسكهم بها فهم أهلها. أما من خالف السنة فليس من أهل السنة ولو كان ينتسب إلى الإسلام، ليس من أهل السنة. من خالف السنة وذهب إلى ما ذهبت إليه الفرق الضالة فإنه وإن انتسب إلى الإسلام لا يسمى من أهل السنة، لا يسمى أهل السنة إلا من تمسك بها وسار عليها في الاعتقاد وفي العمل وفي الأخلاق والسلوك وقدمها على كل شيء بعد كتاب الله عز وجل، لا يقدم عليها الآراء والأفكار والمناهج التي اقترحها البشر وأقوال الناس، لا يقدم على السنة شيئا، فيعمل بما صحت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هؤلاء هم أهل السنة أي العاملون بها والمتمسكون بها، فرقا بينهم وبين أهل البدعة الذين يسيرون على ما ابتدعه لهم البشر وما اخترعوه لهم في الاعتقادات والأقوال والأعمال وغير ذلك. هؤلاء لا يسمون أهل السنة، بل ينسبون إما إلى مذاهبهم كالجهمية، فإما إلى مذاهبهم كالقدرية والمرجئة والمعتزلة. فالمرجئة نسبة إلى الإرجاء، مذهب الإرجاء، والقدرية نسبة إلى مذهب القدر الذي سيأتي بيانه، والرافضة نسبة إلى الرفض. هم ينسبون إلى مذاهبهم أو إلى أئمتهم كالجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان أو الكلابية أو الأشاعرة
نسبة إلى أبي الحسن الأشعري قبل أن يرجع إلى مذهب أهل السنة ينسبون إلى أئمتهم جهمية كرامية ماتريدية كلابية أشعرية إلى آخره ينسبون إلى أئمتهم إلى أئمتهم الذين قدموهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بآرائهم وتركوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فليس لهم اسم إلا أهل السنة، لا يقال إنهم ينسبون إلى مذهب أو إلى شخص، وإنما ينسبون إلى السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ميزتهم وعلامتهم الفارقة، أنهم لا يقولون إلا بالسنة ولا يعتقدون إلا ما دلت عليه السنة، لا ما قاله فلان أو قاله علام. وإن كان لهم أئمة لكنهم لا يقدمون قول أئمة، لهم أئمة أهل السنة لهم أئمة، لكنهم لا يقدمون أقوالهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يأخذون من أقوالهم ما وافق الدليل. فمثلا الحنفية بالمعنى الصحيح، ليس الحنفية المتعصبون، حنفية بالمعنى الصحيح، لا يقولون قول أبي حنيفة رحمه الله على المقضية مسلم، وإنما يعرفونه على كتاب الله وسنة رسوله. كذلك المالكية الشافعية الحنابلة لا يأخذون مذاهب أئمتهم، مثلا مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد، على أن قضية مسلمة خطأه وصوابه، لا، وإنما يأخذون ما وافق الكتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة فإن الأئمة أنفسهم يحذرون من أخذه. فهذا الإمام أحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا الإمام مالك يقول: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يدرس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن صحابة رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن التابعين فهم رجال ونحن، فهو يقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذين جاءوا من بعدهم والتابعين فالعلماء سواء، كلهم مجتهدون. هذه أقوالهم رحمه الله رحمهم الله. فمن أراد المزيد فليراجع كتب السنة المؤلفة في السنة، وفيها أقوالهم مدونة. فهم لا، وإن كان لهم أئمة، إلا أنهم لا يتخذون أئمتهم قادة يقلدونهم تقليدا أعمى وتعصبا أعمى، بل إنما يأخذون من أقوالهم ما وافق الدليل ويتركون ما خالف الدليل، وهم مأجورون، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، ويترحمون عليهم ويترضون عنهم ويقدرون لهم جهودهم، لكن لا يتخذونهم أربابا من دون الله، لا يتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما فعلت اليهود والنصارى ومن حذرهم من ضلال هذه الأمة. لذلك سموا أهل السنة، سموا أهل السنة، لسم لهم غير هذا، لأنهم لا يقدمون على السنة شيئا. الصفة الرابعة الجماعة، هم أهل الجماعة بمعنى الاجتماع والاتفاق على الحق، وأنهم لا يختلفون ولا يتفرقون، بل هم على الحق في الاعتقاد وفي الاتباع، لا يختلفون في هذا، عقيدتهم واحد، منهجهم واحد،
أما اختلافهم في مسائل الفقه هذه مسائل اجتهادية يسوغ فيها الاجتهاد ويجوز فيها الخطأ والصواب، هذه مسائل فقهية استنبط للاجتهاد فيها نصرح، لكن أمور العقائد وأمور العقيدة هذه ليست مجالا للاجتهاد توقيفية، فهم لا يختلفون فيه ولا يتفرقون، بل هم جماعة واحدة طائفة واحدة، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن سماتهم أنهم لا يتفرقون، ولذلك سموا أهل الجماعة، سموا أهل الجماعة فرقا بينهم وبين الذين تفرقوا واختلفوا، وكل فرقة تضلل الأخرى، كل فرقة تكفر الأخرى. أما هؤلاء فإنهم يتولى بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ويدعو متأخرهم لمتقدمهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما غيرهم من الفرق الأخرى فكل فرقة تكفر الأخرى أو تضللها أو تشتمها إلى غير ذلك. هذا الفرق بين هذه الطائفة وغيرها، أن هذه الطائفة مجتمعة دائما وأبدا، لا تجد بينها خلافا في العقيدة، لا تجد بينها خلافا في السمع والطاعة لولاة الأمور، لا تجد بينها فرقا في الأحكام، أحكام العقائد كما يأتي شرحه في هذه العقيدة. هم وسط في كل ما اختلف فيه الناس، هم وسط، كما أن الأمة وسط في الأمم فهذه الفرقة وسط بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام، هم وسط دائما وأبدا كما سيأتي شرح ذلك في هذه الرسالة إن شاء الله. ولذلك سموا بالجماعة، تميزوا بالجماعة وعدم الفرقة. فهذه أربع صفات في هذه الطائفة الكريمة: أولا أنها ناجية، ثانيا أنها منصورة، ثالثا أنهم أهل سنة، رابعا أنهم أهل جماعة. هذه صفاتهم التي تميزوا بها بين سائر الفرق، وهم متصفون بها كلها. أما من قال إن الناجية غير المنصورة هذا خطأ، هذا قول من عنده، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما ترون، ما فرق، قال هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة للسنة والجماعة، هي ناجية وهي منصورة وهم أهل سنة وهم أهل جماعة. أما من فرق وقال إن الناجية هذا تفريق من عنده وخطأ من عنده، ما قال به أحد من الأئمة. ما هو اعتقاد الفرقة الناجية الذي أشار إليه؟ هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، هذا اعتقادهم مجملا، هذا اعتقادهم مجملا، كما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن: آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان الستة ذكرها الله في كتابه وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فما فاعتقاد الفرقة الناجية هو الإيمان بهذه الأركان الستة، والإيمان معناه في اللغة التصديق. قال تعالى عن أخوة يوسف أنهم قالوا لأبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام، قالوا له: وما أنت بمؤمن لنا، أي ما أنت بمصدق لنا. الإيمان في اللغة معناه التصديق، وأما الإيمان في الشرع فهو كما عرفه أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان
يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو الإيمان شرعا، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وأركانه هذه الستة التي جاءت في القرآن في غير موضع، جاءت مجتمعة وجاءت متفرقة في القرآن، وجاءت في حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه الصلاة والسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه، قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه يسمونها أركان الإيمان أو أصول الإيمان. أصول الإيمان والأصول والأركان معنى واحد. هذه أركان، والإيمان أكثر من ذلك. الإيمان كما عرفوه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان له أركان ستة وله شعب. وقد ألف الإمام البيهقي رحمه الله كتابا بشعب الإيمان، وذكرها واحدة واحدة في كتاب شعب الإيمان، وأورد لكل شعبة ما يدل عليها من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولها الإيمان بالله، هذا أول أركان الإيمان، الإيمان بالله، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه مستحق للعبادة وحده لا شريك له، والإيمان بأسمائه وصفاته. وهذا يشمل أركان، يشمل أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، كلها داخلة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان به ربا، الإيمان به معبودا وحده، الإيمان بأسمائه وصفاته وتنزيهه عن كل عيب ونقص، كما يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. والإيمان بالملائكة، الملائكة جمع ملك، الإيمان بالملائكة، الإيمان في الملائكة جمع ملك، يقولون أصله ملأك، أصله ملأك، ثم خففت الهمزة صار ملك، لأنه مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة، سموا ملائكة لأنهم رسل، رسل الله إلى خلقه، فهم ملائكة بمعنى رسل من الألوكة وهي الرسالة. والملائكة خلق من خلق الله من عالم الغيب، لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهم ملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون. وهم أصناف، كل صنف له عمل مخصص، منهم من هو موكل بالوحي، النزول بالوحي على الرسل من الله سبحانه وتعالى، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومنهم من هو موكل بالقطر والنبات، ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. جبرائيل موكل بالوحي، ميكائيل موكل بالقطر والنبات، إسرافيل موكل بالنفخ، ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، فإذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ومنهم من هو موكل بالنطفة في الرحم وخلق الأجنة في البطون ينفخ فيها الروح، كما في حديث ابن مسعود
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ومنهم من هو موكل بالميت حين يدفن فيأتيه ويسأله من ربك وما دينك ومن نبيك. ومنهم من هو موكل بحفظ أعمال بني آدم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا يعني الملائكة لديهم يكتبون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن كل نفس لما أو لما عليها حافظ من الملائكة تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ومنهم ملائكة موكلون بحفظ الإنسان من الأخطار. الإنسان محفوظ يمشي في البر يمشي في الليل يمشي في الأخطار في المعارك في مواطن العطب ومعه ملائكة يحفظونه ما دام أنه قد بقي له حياة وبقي له أجل معه ملائكة يحفظونه. فإذا انتهى أجله تخلت عنه الملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم ملائكة موكلون بالبحار والجبال وملائكة موكلون بالجنة ملائكة موكلون بالنار فلهم أعمال كثيرة. ومنهم من هو موكل بحمل العرش الذين يحملون العرش ومن حوله ملائكة لهم أعمال. ومنهم من هو في العبادة ليلا ونهارا يسبحون الليل والنهار لا يفترون فإن استكبروا فالذين عند ربك يعني ملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون. يعني ما خلق للعبادة إلا بني آدم؟ لا لله عباد لا يستكبرون عن عبادته سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. الله غني سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الملائكة فالإيمان بهم معناه التصديق بوجودهم والتصديق بأعمالهم التي ذكرت لنا وهم عالم لا نراه ولا يعلم عظم خلقتهم إلا الله. لهم أجنحة يطيرون جعل الملائكة رسلا ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء لا يعلم عظمهم وخلقتهم إلا الله سبحانه وتعالى. ويأتون إلى الرسل على صفة بشر لأن الرسل بشر ولو جاءوا بصورة الملك ما استطاعوا مكالمتهم ولا النظر إليهم فهم يأتون بصورة بشر كما يأتي جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم صورة بشر كما جاءوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصورة أغيار. وقد يراهم النبي على صورتهم كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على خلقته مرتين مرة في بطحاء مكة رآه بالأفق ومرة رآه في السماء لما عرج به صلى الله عليه وسلم. ولقد رآه نجلة أخرى عند سدرة المنتهى رأى جبريل عليه الصلاة والسلام على خلقته التي خلقه الله عليها رآه مرتين. أما فيما عدا هاتين المرتين فكان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة رجل تمثل له في صورة رجل كما في حديث عمر دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد هو جبريل عليه الصلاة والسلام. لأن البشر لا يطيقون رؤية الملك على صورته في الحياة أما عند الموت وعند العذاب فإنهم يأتون في صورهم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وكتبه الإيمان بالكتب وهي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى كلام تكلم به سبحانه وتعالى وأوحاه إلى جبريل وجبريل ينزل به إلى الرسل فهي كلام الله. الكتب كلام الله سبحانه وتعالى منها ما سماه لنا في التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى ومنها ما لم يذكر لنا اسمه فنحن نؤمن بها جميعا ما ذكر الله لنا اسمه وما لم يذكر لنا اسمه.
كذلك الملائكة نؤمن بهم جميعا، ما سمى الله منهم وما لم يسم منهم. ورسله الرسل الذين أرسلهم الله من البشر إلى الأمم نؤمن بهم جميعا، لا نفرق بين أحد من الرسل، نؤمن بهم من أولهم إلى آخرهم، ونعتقد أنهم بلغوا رسالات الله ونصحوا لأممهم عليهم الصلاة والسلام. منهم من سمى الله ومنهم من لم يسمى، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فنحن نؤمن بهم جميعا، نؤمن برسالتهم، ونؤمن بأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا للأمم عليهم الصلاة والسلام، ولا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى. فالوثنيون كفروا بجميع الرسل، الوثنيون والدهريون كفروا بجميع الرسل، والمليون من اليهود والنصارى آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض. أما المسلمون فهم يؤمنون بجميع الرسل، لا يفرقون بين أحد منهم، كما أنهم يؤمنون بجميع الكتب. فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، ومن آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع. حتى الرسول الذي يزعم أنه مؤمن به يكون كافرا به. فاليهود كفروا بموسى عليه الصلاة والسلام وإن كانوا يزعمون أنهم آمنوا به، لما كفروا بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا ببقية الرسل. وكذلك النصارى لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بجميع الرسل واليوم الآخر. هذا هو الركن الخامس، وهو ما يكون بعد الموت، اليوم الآخر ما يكون بعد الموت، مما يلاقيه الإنسان في قبره وما يلاقيه في محشره، في بعثه ومحشره. يؤمنون بأن الله يبعث الموتى من القبور ويحييهم بعد موتهم ويجمعهم ويحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم بها. يؤمنون بالحساب والميزان والصراط والجنة والنار وكل ما يكون يوم القيامة مما أخبر الله تعالى به، ويأتي تفصيله إن شاء الله. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله، لا ينكرون منه شيئا، بخلاف المبتدعة من المعتزلة وغيرهم، فإنهم يكفرون ببعض ما ذكره الله وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في بعد الموت وفي يوم القيامة، لأنهم يعتمدون على عقولهم، فأنكروا عذاب القبر لأن عقولهم لا تقر، وأنكروا الميزان، وأنكروا وزن الأعمال، وأنكروا أشياء لأن عقولهم لا تتحملها ولا تقرها والعياذ بالله. فهم قدموا عقولهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينكرون منه شيئا، ولا يتدخلون بعقولهم وأفكارهم أبدا. هذا هو الإيمان. أما الإنسان اللي يدخل عقله هذا معناه أنه ما آمن ولا صدق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يصدق عقله، فرسوله عقله. لا حول ولا قوة إلا بالله. والإيمان بالقدر، هذا الركن الأخير وهو السادس، الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. والقدر هو ما قدره الله سبحانه وتعالى مما يجري في هذا الكون من خير أو شر وحياة وموت ومرض وصحة وجد وقحط وغير ذلك. كل ما يجري في هذا الكون فإنه ليس صدفة كما يقول قبائعيون، وكل ما يجري في هذا الكون من طاعة ومعصية فكله بقدر الله، لا كما يقول القدرية إن المعاصي ليست بقدر الله وإنما هي بفعل المخلوقين وتقدير المخلوقين كما يقوله نفاة القدر كما يعني. أهل السنة والجماعة يؤمنون بقدر الله، أن الله قدر كل شيء، علمه أولاً
علم ما كان وما يكون في الأزل والأبد، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم شاءه وأراده سبحانه وتعالى عند حلوله، ثم خلقه سبحانه وتعالى. يؤمنون بهذه المراتب الأربع: العلم أولا، ثم الكتابة في اللوح المحفوظ، ثم المشيئة والإرادة، ثم الخلق. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وكل ما يجري في هذا الكون من كفر وإيمان وطاعة وعصيان وخير وشر وحياة وموت وغنى وفقر وصحة ومرض، كل ما يجري في هذا الكون فإنه بقضاء الله وقدره وعلمه وإرادته ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وحديث جبريل الذي سمعتم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة على سبيل الإجمال، ويأتي تفصيلها في هذه العقيدة إن شاء الله موضحة مبينة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن جماعة سلفية في دولة مجاورة في هذا البلد الطيب، كنا جماعة واحدة بفضل الله، ولكن حدثت بعض الاختلافات الفقهية من بعض المشايخ عندنا وهم من أهل الاجتهاد. السؤال: هل يجوز لنا أن ننشق عن هذه الجماعة ونكون جماعة ثانية مضادة لتلك الجماعة الأم؟ وهل يجوز لنا محاربتهم؟ كما أرجو النصيحة للإخوان الذين يحدث منهم هذا التفرق، علما بأن كل من هذه الفرق عقيدتهم سليمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الاختلاف في المسائل الفقهية سائر إذا كان هذا في حدود المسموح به، وأن يكون المخالف من أهل الاجتهاد، لكن ما أظن في هذا الوقت حسب ما نعلم من حال الناس اليوم وقلة العلماء ورفع العلم في آخر الزمان، ما نعرف فيه مجتهد، وإنما فيه طلبة علم، منهم المتمكن ومنهم المبتدي ولم يبلغ رتبة الاجتهاد وشروط الاجتهاد، وإنما غاية ما يكون الترجيح، غاية ما يكون عندنا الترجيح، بأن نأخذ من أقوال الأئمة وأقوال المذاهب الأربعة ما نرى أنه يوافق الدليل، ونترك ما يظهر لنا أنه يخالف الدليل. قضية ترجيح فقط. وإن اختلفنا، أنا رجحت كذا وأنت رجحت كذا حسب الاجتهاد الترجيحي، فلا يجب أن نتعادى وأن نتقاطع. إخوان، نحن إخوان، لكن أنت تعمل بما ظهر لي وأنا أعمل بما ظهر لي، والمسألة من مسألة عقيدة، مسألة من الفروع. مثلا قبض اليدين في حال القيام في الصلاة، أو إرسال اليدين، أو وضعهما على الصدر، أو وضعهما تحت السرة، كل هذه يا إخوان مسائل اجتهادية ما توجب، ثم هي سنة أيضا ليست واجبة. لو أرسلها جائز، وقبلها سنة، ووضعها على الصدر أو تحت السرة اجتهاد، فما يجوز العداوة في هذا والتقاطع في هذا الأمر. هذا أمر يجب أن نعرف الفرق بين الاختلاف في العقيدة والاختلاف في المسائل الفقهية. العقيدة لا يجوز الاختلاف فيها لأنها توقيفية، نتبع فيها النص، ومن خالف السنة في العقيدة فإننا ننبوه ونبغضه لأنه مبتدع. أما مسألة الفقه والمسائل الفقهية الاجتهادية فهذه مجال للاجتهاد والترجيح، والأمر فيها واسع ولله الحمد، ولا توجب العداوة والبغضاء والتقاطع، ولا يجوز الافتراق بسببها والتعادي بسببها. هذا من الجهل، وهذا مما يدسه علينا أعداء الإسلام، هذه دسيسة من أعدائنا، فيجب أن نتنبه لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه ليس لأهل السنة والجماعة غير هذا الاسم أهل السنة والجماعة، فهل نقول إن السلفية ليس اسما لهم؟ السلفية اسم لهم، اسم لهم، والسلفية هي السنة والجماعة.
السلفية هي السنة والجماعة لا تختلف عنها، تقول أهل السنة والجماعة أو السلف. قال الله تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، تبعوهم بإحسان، فنحن أتباع هؤلاء، أتباع المهاجرين والأنصار، أتباع السلف الصالح، ولا افتراق بين سلفية أو سنة. لا تكون سلفية إلا إذا كانت سنة، ولا تكون سنة إلا إذا كانت سلفية، لأن السلف لا يحيدون عن السنة أبدا. كلمة سلف ويراد بالسلف الصحابة والتابعون والقرون المفضلة لا يحيدون عن السنة، ملازمون لها. المعنى واحد ولله الحمد. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من خالف أهل السنة والجماعة في جزئية من العقيدة هل يعتبر منهم أم لا؟ فمثلا يرى أنه لا يوجد الآن إمام للمسلمين. هذا ليس من أهل السنة والجماعة، هذا من الخوارج. الذي يرى أنه ما يوجد إمام للمسلمين قطعا في جميع الأرض هذا يعتبر من الخوارج والعياذ بالله، ليس من أهل السنة والجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، على الاختلاف في المسائل المنهجية مثل الاختلاف الدراسة المختلطة والمصافحة واستعمال التلفاز في الدعوة يوجب الفرقة والاختلاف بين أهل السنة والجماعة. المسائل الفقهية قلت لكم لا توجد، مسائل اجتهادية فيها خطأ وفيها صواب، نأخذ الصواب ونترك الخطأ ولا نتعادى بسبب ذلك، ما نتعادى بسبب ذلك ونتقاطع ما دامت العقيدة واحدة. فبقية المسائل الفقهية التي هي محل الاجتهاد والنظر هذه لا توجب التقاطع والعداوة. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، ما حكم من نفى شيئا واحدا من أركان الإيمان؟ إذا نفاه جاحدا له إنه يكون كافرا مرتدا. إذا نفاه جاحدا له قال ما فيه ملائكة، لو قال ما فيه ملائكة أو قال إن الملائكة معناها القوى النفسانية والهواجس النفسانية الطيبة هذه ملائكة والهواجس السيئة هذه شياطين، يقول هذا كافر لأنه كفر بوجود الملائكة وما ذكره الله عنهم من أصنافهم وأوصافهم، وكذلك الشياطين والجن أخبر الله عنهم، تواترت الرسالات في إثبات الجن وإثبات الشياطين، فمن نفى ذلك وقال لا وجود لهم فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم. قول الشيخ حفظكم الله، أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة لقربهم من مذهبهم؟ لا، ليسوا من أهل السنة والجماعة لأنهم مخالفون لأهل السنة والجماعة، ولكن يقولون هم أقرب الفرق، هم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، ما قالوا إنهم منهم، يقولون هم أقرب الفرق لأهل السنة والجماعة. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل ثبت أن اسم خازن الجنة رضوان؟ خازن النار مالك، هذا في القرآن، وقالوا يا مالك وقال يقضي علينا رب. أما أن خازن الجنة اسمه رضوان الله أعلم، ورد في بعض الأدلة لكن ما أدري عن ثبوته. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، الملائكة الذين يحفظون الإنسان من الشرور هل هذا خاص بالمؤمنين أم عام من هذا عام من كل بشر كلهم المؤمنين والكفار، الكافر معه حفظ يحفظونه من أمر الله إلى أن يتم أجله فعند ذلك يتخلون عنه. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل في قول أصحاب بعض المنتجات في الملابس وغيرها لأن هذا الصيف ملكي نسبة للملائكة أو في ذلك شيء؟ لا، ملكي ما هو بنسبة للملائكة، ملكي نسبة للملك، الملك ينسب إليه ملكي بفتح اللام على حسب اللغة، فتح اللام باسم الثلاثي ملك، ملك يقال ملكي ما يقال ملكي والملكي، فقوله هذا ملكي يعني هذا من ملابس الملوك، هذا القصد، هم من ملابس الملائكة، ملائكة تلبس نسيج وخام وما أدري إيش. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، أو تلبس شماغ، شماغ ملكي، ملكي يعني من لباس الملوك، هذا قصدهم المدح الترويج لسلعهم. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل الاثنتين وسبعين فرقة المذكورة في الحديث لأنها من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم
يكون دخولها إياه بالتطبيق أو يكون على سبيل التأديب؟ هذا يختلف باختلاف المخالفات. من كانت مخالفته مكفرة ومسببة للردة فإنه يكون مخلدا في النار، ومن كانت مخالفته أقل من الكفر مفسقة فقط فهذا من أهل الوعيد، من أهل الوعيد ولا يخلد في النار إذا دخلها. نعم. طيب شيخ حفظكم الله، هل يمكن أن نقول إن الأخوة أهل السنة والجماعة مصطلح يدخل فيه كثير من الفرق التي تدعي هذا الاسم بحق أو بباطل بخلاف لقب السلف الصالح فهو لفظ لا يأخذ به إلا من امتثل ما جاء به السلف، وأما أهل البدع فإنهم ينقرون من هذا اللقب، فما رأيكم بهذا الكلام؟ لا يسمى أهل السنة والجماعة إلا من تمسك بالسنة، إلا من تمسك بالسنة فهذا الذي يسمى أهل السنة، أما من خالف السنة وأخذ بالأفكار والمذاهب الأخرى فلا يقال إنه من أهل السنة، قد يكون من أهل السنة في بعض ولا يكون منها في بعض آخر، قد يكون عنده نسبة من التسنن وعنده خطأ يخالف السنة من وجه آخر، أما إطلاق إنه من أهل السنة لا يطلق عليه ما دام عنده مخالفة، لكن يقال هو من أهل السنة في كذا، من أهل السنة في كذا فقط، أما الإطلاق لا يطلق إلا على من كان موافقا للسنة في كل أموره ولم يخالفها. نعم. الكلام موضع على التسمي، كلام على الحقيقة، على الحقيقة والمطابقة، نعرف مذهبهم وأقوالهم على السنة، فإن وافقتها فهم على السنة، وإن خالفتها قلنا لا لستم على السنة المخالفون لها. والكلام ما هو بالتسمي فقط، لابد من الحقيقة والميزان، توزن توزن أقوالهم ومذاهبهم على السنة. نعم. ولا قالوا هذا ولا لا عادة اللي يقول لا تسمون بالسلفية ولا تسمون بأهل السنة تفرقون بين الناس ولا تسمون بالعقيدة لأن هذا يفرق بين الناس، هذا كلام باطل. نحن نعتز ولله الحمد نتسمى بالسنة وباتباع السلف وبالعقيدة الصحيحة وهذا شرف لنا، ولا نبالي بأحد ولا نبالي بالمبتدعة أنهم ينقمون علينا أو المخالفين ينقمون علينا، ما نبالي بهم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على